حبيبي العلم رافعين، نحنا ليبي العلم رافعين. حرة ما بعناها، ليبيا ما بعناها، خلصنا دين خلصنا دين. منصورين قول معايا مين خمسة شهداء وجرحى حوالي ثمانية، أربعة ثلاثة جروح خطيرة وباقي جروح خفيفة. وحاليا اشتباكات تدور بين الحقل، طبعا الحقل مثل حوالي 100 كيلو. الله أكبر، إن شاء الله منصورين. نمانا كيفك لا يخوفنا سيفك، نحنا مانا كيفك لا يخوفنا سيفك. جينا لك شرادي